السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة. كما كتشاهدوا معنا عملية الكنترول بالنسبة لجمعية ملتقى الأبطال عند البطل الكبير يونس الحرش ضمن مسابقة طنطن الغطية. كيحضر معنا على مكتب جمعية ملتقى الأبطال أخ كريم أجلاني الرجل الإعلامي، والأخ صلاح الدين إمشد عند المكتبية عند جمعية ملتقى الأبطال. وغادي نخليو الاخ كريم اجلاني غادي يقدم لنا البطل ديالنا في هذا السباق هذا اللي حرز واحد انجاز كبير بالنسبه لهذه المسابقه ديال طنطن الوطا. خويا كريم السلام. السلام عليكم الاخ كبير، تحيه لجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدونا على القناه ديال المشاهدين. جينا عند البطل الماكسيموس تبارك الله بالتوفيق، جيني متاز كيحولي المرتبه الخامسه على الصعيد جمعيه ملتقى الابطال، وكذلك مراتب متقدمه على صعيد فيدراسيون مدينه الدار البيضاء. كما كيعرف الاجواء اللي مرات فيها السباق ديال الوطيه فكان سباق صعيب شويه بحكم كان على حسب الانطلاقه كانت في وقت معطل 11 ربع، واستطاع الحمام تبارك الله يبذل واحد المجهود رغم الصعوبه ديال الجو ورغم بعد المسافه. كاين شي حمام اللي استطاع انه يدخل بالليل، وشي حمام غد ليه على الصباح بكري منهم هاد الحمامه ديال الاخ لوكتيوس اللي تبارك الله جات واحد التوقيت الصباح بكري تبارك الله. وتبارك الله حمامه ممتازه، وكنباركوا ليه نيابه عن اعضاء المكتب وعن المنخرط الجمعيه، كنباركوا له هذا الانجاز ديال مسابقه طنطان اللي انجاز تبارك الله كبير كبير. وهذه هي طنطان راه كتعرف واحد الاثاره والتشويق في جميع السنوات الدار، كلشي كيتسنى هذا المطلق بحال تقول المطلق ديال ديكلاراسيون اللي ديكلارا راه تبارك الله ماشي بالسهل باش ديكلارا. تبارك الله ومبروك عليه. الله يسخر. تبارك الله على خويا يوسف. قبل ما نمشي عند الاخ صلاح الدين غادي ناخذ كلمه عند الاخ يوسف الحرش، يعني لوفس يوسف الحرش، كيف استقبل الحمامه واش كان حاضر بالديكلاراسيون والشعور ديالك وانت كتحضر الاجواء اللي عشتيها في هذه المسابقه هذه؟ اول حاجه قبل ما نرحبوا بالدراري نرحبوا بالسي صلاح السي كريم السي محمد، مرحبا بكم عندنا. واش غنقول لك، السباق راه كما كيعرف كل شيء، اي مولوع راه ديك اللحظه الوحيده اللي كيتسنى راه هادشي، ما كلشي كيشعر بهذاك الشعور ديالو. واش غنقول لك هذا الشيء كامل وانت كتسنى باش ربما تدخل حمام سميتو كاع الموالع كلهم ملي سمعنا الاخ نغيمه ديك لارا كتبش لك كان واحد شويه ديال التحفيزات. ضروره غادي تدخل انا اي مولع كي ضروره ريح لي شويه ريح شويه الساعه تكون قدام البوطه. وهي الحمامه اخويا يوسف كانت قريبه لك هنا. تبارك الله، هي الحمامه الخوت كما كتشاهدوا معنا، الحمامه الفائزه بسباق طنطان الوطيه عند اللوفت يونس الحرش. تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. الله يسخر. وكيفاش طلعتي لقيتي الحمامه مع الصباح؟ كيفاش؟ طلعت مع الصوند باش الحمامه ما جاش عصب. بغات عاوتاني قريت شي حوايج في الدار طلعت جا الله تيسر. طلعتي لقيتي الحمامه تبارك الله، وكما شتي عرفتيها الحمامه هذي؟ الحمامه سمعت هاد الكورة هاد الشي حمامه جات. تبارك الله. طلعت الله يجبد لي لاباري نقول صافي. تبارك الله، مبروك لك اخويا يونس. غادي نرجع عندك بعد قليل، غادي ناخذ كلمة عند الأخ صلاح الدين على مكتب جمعية ملتقى الأبطال، غادي تكلمنا على البطل ديالنا الأخ يونس الحرش. انجاز كبير بالنسبه للجمعيه وايضا المراتب المتقدمه داخل فيدرالية الدار البيضاء. السلام عليكم خويا العيد، هي اليوم فقط الاخ يونس، وباركوا لي في هذه المسابقه ديال طنطان. تبارك الله العظيم من الاوائل لا في الجمعيه لا في فيدرالية الدار البيضاء، وان شاء الله راه حسن الرتبه الخامسه في الجمعيه ورتبه متقدمه في الفيدرالية ان شاء الله. ومبروك عليه، وهذا الشيء راه ماشي غريب عليه اخ يونس، دائما كتوصلوا المسابقات ديال نفس الطويل ممتاز. والطاوي تبارك الله كياكد الوجود ديالو من 600 لفوق تبارك الله ديما كيكون حاضر، يعني كل سنه تبارك الله كيبصم الجمعيه وداخل مدينه الدار البيضاء. ومبروك عليه راه السيد تبارك الله كيخدم حمامات زوينين والله يسخر ليه، ونتمنوا ان شاء الله مزيد من عطاء. اذا كان لاعب في السمارة نتمنوا ان شاء الله شي بلومية. لا ضروري ان شاء الله ضروري. الاخ يسرى معروف بالنسبة تبارك الله كيتقاتل في على حسب ذوق الوقت ديالو بالنسبه للفيتاس دو ميفو، ولكن في المسافه الحمام هو اللي تيقول الكلمه ديالو. ونخليو الاخ يونس يتكلم لنا على الحمامه، يعني البيديغري ديال الحمامه، الانجاز الانجاز ديالها والانجاز ديال والديها خوتها عمامتها خوالتها. خويا الحميه اللي شوفها تبارك الله ممتازه تبارك الله، اللهم بارك. كتبان بحال شي كبيره. لا صغيره والله جا. جا لا هذاك العام اللي فات لعبه. اللهم بارك تبارك الله، حمامه ممتازه. تبارك الله ممتازه ولكن كبيرات.
وكتمتاز بواحد الخفه تبارك الله. الريشارد طاب اللهم بارك حامه تبارك الله فكاع عمره. بحال شي شبوره ولا شو العيد ديال اخويا صلاح؟ تبارك الله حمامه ممتاز. تبارك الله اللهم بارك. انا زوينه تبارك الله. اللهم بارك. اخي وسي عرفني على الطلالي تبارك الله. اخويا بالنسبه للاب ديال الانثى هذه كان عطاني الاخ الريش مصطفى. ايه هو الريش. هو الريش ما فرقش منه خرج منه الجبيدات بالضبط ورجع شويه. ما فرقهاش هما كاع الزيت هذوك الجبيدات. حتى كان الحمام خرج. والام ديالها اخويا ما خدمش على بعض كانت مولفه مع البلدي هنايا. درت لها الرزه شتيجه. داك الشيء اللي كان. لا ماشي لا ما الله يسلم مني شي فيها شي حاجه. لا لا عادي وعادي عادي. قالت لي مولفه تما قلت طلعنا. فعلا. انا قصرنا باش هي قصرنا باش علاش بعد 2018 لعب شوبه يا وكرات ما بغيتش تمشي بحالها وانت حتى كتكون لاعب مسابقات وكتخاف في هي الحمامات دير لك شي مشكل مع الحمام عادي ما عندكش صافي جا داك الطير شفتو شتي جا ديك النشوه قال لها مشى قال الماشين ديالها ما عرفتش تيسير الله وخت هاد النشوه هادي كانت داك العام كانت المهم هاد الحمامات هادو كانوا غي توصل ولا الجرار وداك الشيء كانوا غي كلمة سبحان الله وعرفش هي اللي غادي تكون راه ودها قبل الله شي عالم عليها بان راه هي اللي غادي تجي علاش ما تبارك الله كيبينوا الحمام كيبين لك حتى في الطيارات ديالو كبير موشي اللي خصو باغي يدخل حتى هو الحمام تبارك الله تبارك الله كتجيك تجي مزيان تبارك الله الام ديالها راه عندي ديروا لها شي شي باش تعرف عليهم ولا راه اول وبالنسبه لخوتها خواتها تاع عندك تاهما لاعبين حتى هي جات ولفات فهمتي ماشي هي جات ولفات هي جات ولفات عنده بس بدا ولفات لعب بها ملي ما مشات عند مولا راه خدا منها جاب لها يعني ماشي ما بديش ندبح والله ما حيت بعض المرات ولات الناس كيأولوا ان فهمتي خاص الانسان توضح الفكره ان حمامه ما جات ما بغاش تمشي وجاب الله تيسير خدام منها وغادي لي حتى شي مشكل مع الكره مع المسابقات اصلا كان كيسيفط من المسابقات ولا بس كيسيفط باش يمشي عند مولاها ساعه ما مشى الكره تاع عنده تبارك الله اصبرك جيب لنا اصبرك الله عادي هادشي مثلا حنا كاع حركة مثلا كتجي عندك ما كتبغيش تمشي خصوصا الا كانت فيها مواصفات مزيانه ما كتبغيش تذبحها الله ما كتبغيش دير معاها تقول ربما تبقى الطير تمشي عند مولاها ولا ندير مسابقه من تما ندير لها حنا ذاك العام عند بالعيد حماش عندنا ما تمشي وغاش نذبحها وندير لها والو صيفط معاها النمره وما تمشي بقينا كنهزو حتى تلقاش وتلقى راه بقى يدير وعات مولاها انا النهار فاش اوريونتاج كمل بها المسابقه ضرب شي بري يخدم بها بالعيد ويركز فينا ويركز فينا طحنا مو هادي مو مو هادي يما تبارك الله شبه لافه كانت هي حمامه تبارك الله زوينه ربما وقال نفس العين نفس العين تبارك الله نفس العين نفس العين تبارك الله هي 2018 هذه انت وياك 2018 باك حضر زوينه تبارك الله اللهم بارك تعرف على مولا قبل العيد وجاب يديها اي مرحبا هذاك الشيء اللي كاين سبحان الله سبحان الله ولا كبيرة كان طاحت صغيرة دابا كانت كنفرخ انا تما فهمتي تحت كيجي البلدي في الصباح فهمتي ما كنلقايش انا الشاوي العصبة الشاوية العصبة الشاوية العصبة الشاوية يعني ماشي ديال كازا ديال كازا لا عصبة الشاوية يعني حنا ما جات هنا السيري ديالها صعيب باش ترجع للشاوية صعيب تكون برشية تقدر تكون 16 دروام بالحمد بالحمد الله اعلم 13 طريمة 103 96 2018 باك خضر الشاوية ماشي اون بريم اخي مزال كي لاباه مولا الله يسخر فيها شي كان خويا يوسف شحال حنا ما ديتي شحال جا 25 ديتي 16 جات 16 هي باقي تسعود تبارك الله لا تدخل حمامات باقي تسعود ماشي لا تدخل تبارك الله راك عارف في مسابقه ديال طنطره ماشي بحال سيدي بنور بحال الوالديه راه زعما طنطره زعما راه الحمام اللي عنده قوه تحمل راه هو اللي كيحضرك اخويا كريم الحمام اللي مريكيبيري وصحيح راه هو اللي غادي يدخل في هذه المسابقات تبارك الله اللهم بارك وبالنسبه للبريباراسيون ديالك اخويا يونس كيفاش كتعتمد على الناتشورال بروديو شيميك كيفاش لان البريباراسيون ديالها بالنسبه للمسافه ديال الطويل كتكون مقله
كتبغي الخبره وكتبغي بزاف ديال الحوايج. نشكر اخ كمال عراد حتى هو مسكين ساعدنا بزاف كاع صراحه، عطانا شويه بسكري شويه شويه تعال 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 وقال جيت بريكومونوز داكشي راه الحمد لله خصها شي حاجه بنادم يدير واش حاجه زوين شي برودوي زوين فانيد ياك فانيد لا سيرو سيرو ما كتعطيش شي الفانيد نديرو مره ضروري ضروري. اخويا يونس هذه مول المسابقات ديالك انت في الطويل تبارك الله، ربما حتى مسابقه ديال السمارة تبارك الله راه الله قبل شوف يعني نحضروا معك اخويا يونس وصافي ياك ولا تصحاب لينا اخويا بالله وما تصحابش راه ما لا غادي تلعب ان شاء الله راك عارف شي الولع في الدم اخويا ما كذبش على قال لها ما ضرب المهم هاد السيمانة شجعونا الدراري جا الله الحمد لله لا قصر مع راسك وصافي واش بالك اخويا كريم؟ نتمنوا ليه الله يسخر ليه والله يسخر ليه في الحوار هذا كان يلعب ولا كان هذه اخر مسابقة نتمنوا ليه العام الجاي ان شاء الله يكون احسن. ابطال جمعية ملتقى الابطال ديما حاضرون ديما حاضرين سوا في دمي فول فول تبارك الله اللهم بارك ياك اخويا صلاح واش لكن اخو بعيد مبروك عليا وبالمناسبه بغينا نباركوا لي مسابقه بونجور لا بكره لا شي العام لا لا كان راه شي واحد عندنا صاحبي لا مشات الاخرى الاخرى لي لا ولين واش ديال الغرب وعالم ديال التكلاراج فيها وتما كاين الفريلو هذيك راه تكلاراج فيها واش خصتي الشكاك خليتيني ديال العاصمه الغرب هذا مبروك عليك واخا ديكلاريتي دائما تبارك الله في المسافه ديال الطاوج تبارك الله حاضر ومبروك عليهم الله يستر لي هادشي اللي عطاهم الاخوان راجعين اليوم فرحوا معاه وعاينين حنا تبارك الله وتبعنا فيها راه تبارك الله واللوفت متواضع الله يسخر الحمام الله يسخر خلوك حتى بلايد اخ بلايد شي كريمه في حق البطل حنا كنهلو البطل ديالنا الاخ يونس انجاز كبير ضمن المسابقه هذه مسابقه الابطال الوطنية عن جمعية ملتقى الأبطال وعن أيضا داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء. أخ يونس ديما كيأكد الحضور ديالو في مسابقة ديال الطاول والطاول الممتاز وشرف الجمعية تبارك الله وحاضر بقوة داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء. آخر كلمة خويا يونس سميشا شي تحية غنقدمها للإخوان. تحية غنقدمو لكم ولجوادنا والدراري ديال الجمعية شي الدراري اللي كيعرفونا كاملين. حنا بالدور ديالنا كنباركوا ليه وكنبغيو نهنئوا فيدراليه مدينه الدار البيضاء على التنظيم المحكم وتبارك الله وجميع الاخوان لي كونفويور مرافقين اعضاء مكاتب جمعيات على اللي كيسهروا على التنظيم بعد المسابقات المجهودات اللي كيبذلوا من اجل الانجاح. حنا كنبغيو نهنئوهم وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. صلاح اخر كلمه قبل ما نختموا. الله يستر الجميع وكنشكروا الفيدراليه وكنشكروا الابطال وما ننساوش الاخ مدير بوخازم اللي كيسهر على اللي كيوفر جميع انواع راحه الحمام. الجيم سبيكر ديما حاضر. سبيكر وتحيه الاخوان كاملين ديال المكتب والمنخرطين وبدون سنه اخوان ديال المنتخب الابطال كامل ديال الدار البيضاء. وفيدرالية الدار البيضاء تا هما كيشكروا مع الجهودات اللي قاموا بها بالنسبه لهذه المسابقه هذه. واخا عطوا الحمامات شويه لحقاش بالنسبه للمود لاجيكا شويه ديال الضبابة كان الجو ماشي هو هذاك داك الشيء خلاو معطي شويه حتى 11 15 دقيقة والحمد لله راه الحمام اللي عنده قوة تحمل راه شوف راه دار فيها الله خير طلقنا الجمعة والسبت يعني كون طلقنا اليوم السبت والحد شوف الأجواء ديال الحد كيداير يعني أجواء صعيب يعني الحد شوية ديال النقط ديال الشا والحمد لله أن الجمعة كانت ملعوبة الحمام بعدا خدا واحد المسار طويل خرج قرب قرب والسبت وخا كان شوية حمام دخل أنا قريب يعني قريب يعني كون لعبات السبت واليوم الحد صعيب ولكن الحمد لله على كل حال الناس قامين بالدور ديالهم الناس ديال لجنه الجو داروا مجهود وجاب الله التيسير. واش اللي كاين اخويا كريم ختم الفيديو والى هنا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى لقاء اخر في كنترول اخر ان شاء الله. باي باي.